خبرنا 7 ساعات بالنيابة العامة، خبرنا شو صار. أول شيء اسم الله عليكم، صار في مواقع بلبنان قد عدد المواطنين، يعطيكم ألف عافية. 7 ساعات بالنيابة العامة بالدحية، مش أول مرة نروح على المحكمة، لكن هذه المرة كان شوي مختلفة، كانوا حابين يقصصوا الجمعة الموش. هيدي الشغلة بتخليني يعني يقوى واحد أكثر الحمد لله، وهذا إنجاز لأنتحر يسجل، وإنجاز لإلي ولفريق العمل إنه قدرنا نوصل الحقيقة بموضوع مدرسة عين تورة، ما وصلنا أكثر من الحقيقة مثل ما عملت بعض المحطات التلفزيونية ورجعوا تراجعوا نهار الخميس اللي مرق، اضطروا يتراجعوا واضطروا يرقعوا الغلطة يلي عملوها واضطروا يعترفوا باللي أنا قلته بإنتحر، ويمكن هذا هو سبب من الأسباب اللي أنا عم بتحقق معي، فأنا رجع راسي بنروح على الحبس بهذا الملف، ما عندنا مشكل، بس أنا رحت مرة وأكثر من هيك ما رح أعمل، مش حارجع أروح مرة ثانية، أنا بكرة طالبين مني ما رح أروح، واللي بحبوا يعملوا يعملوا، نحن تحت سقف القانون ولكن في ليميت معين يعني، يعني آخر شيء مثل ما بيقولوا خلص يعني بنقول لهم ستوب وما بقى بدنا. عم نحكي عن السقف، قد ايه السقف عالي بالبحر؟ والله هلا بعد اللي صار معي رح يعلوه اكثر، علموني بلغوني انه رح نعلي اكثر، ف 3 في مقدمه حلوه بتعجب خاطر كل الناس اللي حبوا يحركوا بهذا المكان. نحن اليوم بالميراكزور، خبرنا اليوم عن مشاركتك ضمن الميراكزور، بصوات بصوات عليك انت احكي مع، انا جاي احضر، خبرنا عن مشاركتك بس. انا جاي احضر بس ما عندي مشاركه، جاي راضي عن النتائج هلا بس نشوف النتائج رأينا. الأهم هو الحفل والأهم هي النتيجة، هذا حفل لازم كلنا ندعمه وكلنا نشجعه.